عشاقي على صالة، هكذا نجدد لكم التحية واللغة في استمرارية انطلاقات أشواط صباحية هذا اليوم. شوطنا السابع تمت انطلاقته بعون من الله وتوفيقه الخاص بمنافسة الإبكار لأصحاب السمو الشيوخ. نسير عبر هذا النقل الحي والمباشر من قناة دبي ريسنج وقناة ياسر الرياضية والقنوات الناقلة لهذا الحدث في صباحي هذا اليوم. أبدأ بالمقدمة وأتابع الصدارة والمركز الأول، وهذه هي الآن من تتقدم الكورة لسمو الشيخ ذياب بن محمد، أو لسمو الشيخ ذياب سيف بن محمد النهيان. يتقدم الصادق بن فضل الأمين في عملية تضميرها وتدريبها بين من نقلة إلى المركز الثاني. هذه الآن الشاهينية من هجن الرياسة، ويتقدم في عملية تضميرها أحمد بن مطر بن مايد الخيالي، بينما في المركز الثالث وفي ثالث المراكز هذه هملولة لهجن الرياسة. يتقدم علي بن يمي اللهيبي في عملية تضميرها، بينما في رابع المراكز وهذه هي هيبة، هيبة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد هيان وعوض بن مبارك المهيري من يتقدم في عملية تضميرها، بينما نتابع الوصول في خامس المراكز وهذه الشاهينية من هجن العاصفة. يتقدم غياث الهلالي في عملية تضميرها وتدريبها، تحتل المركز الخامس، بينما في سادس المراكز هناك من الجانب الآخر هذه تتقدم سحابة من هجن الشحانية، ويقدمها محمد بن خالد العطية يقودها في عملية التضمير، بينما في سابع المراكز بلقى الوصول من الفايزة، الفايزة من هجن سيح السلم وسيف بن عتيج العميمي يقودها في عملية التضمير، بينما في المركز الثامن وهذه الآن تقدمت اللي هي منوة لهجن سيح السلم وحمد بن علي العويسي يقودها في عملية التضمير، بينما في المركز التاسع وهذه الزاهية تتقدم لهجن سيح السلم، ويتقدم فهد بن حسين النعيمي من يضمرها، بينما في عاشر المراكز تابع لي الشاهينية تتقدم على المركز العاشر من هجن العاصفة، ويتقدم غياث الهلالي في عملية تضميرها وتدريبها. هكذا مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام النتيجة للعشر المراكز الأولى، بينما أسامي وشعارات متواجدة خلف الكادر الإعلامي لم يحين موعد دخولها في تحديات ومسيرة هذا الشوط. عودوه من جديد إلى المقدمة، عودة إلى المركز الأول إلى الشاهينية. الآن أمامكم مسيطرة على المركز الأول تتقدم من هجن العاصفة، يتقدم غياث الهلالي في عملية التضمير والتدريب، بينما في المركز الثاني هيبة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، ويتقدم في عملية التضمير عوض بن مبارك المهيري من يضمرها ويتابعها في هذا الانطلاق، بينما هنا تدخلت في هذه اللحظات وهذه اللي وصلت منوه والشعار اللي انتبهها مثل منوه زاهية شلة تتقدم منوه في هذه اللحظة من هجن سيح السلم ومضمر نجوم الخمسة، يتقدم في عملية التضمير حمد بن علي العويسي، بينما الشاهينية قادمة، الشاهينية على المركز الرابع تأتي بشعار هجن الرياسة يضمرها رجل الأمتار الأخيرة أحمد بن مطر بن مايد الخيالي مضمرا من العيار الثقيل، يأتي الآن إلى المركز الرابع. المركز الخامس هنا سحابة من هجن الشحانية تتقدم، ويأتي محمد بن خالد العطية اللي أيضا لقب بالمشاغب والحوت في انطلاقاته وتضميره ومنافساته سواء في الرموز ولا في الجوائز اللي لها ذوق مع الأخوة المضمرين، بينما هملولة تقدمت إلى المركز السادس تأتي بشعار هجن الرياسة، يتقدم علي بن يمي اللهيبي في عملية التضمير مع سادس المراكز، بينما في المركز السابع
وفي سابع المراكز هذه الفائزة، الفائزة من هجن سيح السلم يقودها سيبر عتيج العميمي في عملية التمرير والتدريب، بينما في المركز الثامن وفي ثامن المراكز هذه اللي غادر اللي هي الكورة لسمو الشيخ دياب بن سيبر محمد الهيان الصادق بن فضل الأمين يقودها في عملية تضميرها، بينما في تاسع المراكز الشاهينية هذه بشعار هجن العاصفة وامبراطورية هجن العاصفة، بينما نراغب اللي على المركز العاشر، وفي المركز العاشر عندنا اللي تقدمت هذه زاهية لهجن سيح السلم وفهد بن حسين النعيمي يقودها في عملية التضمير. هكذا هي النتيجة والنداء للعشر، المراكز الأولى وندائنا يكتمل للعشر، المراكز الأولى للمرة الثانية من خلال انطلاقتنا من نقطة الثمانية كيلومترات وانقضيت الأربعة كيلومترات والمتبقية مثلها يا مضمرين يا متابعين ورقص الثنايا، وعلى موعد انطلاقات أشواط الرموز لسن الثنايا في هذا المساء إن شاء الله بعد ظهيرة هذا اليوم. الجماهير يتابعون إن شاء الله هذا الملتقى الكبير من هذه المؤسسات العظمى الغاضبة من جميع أراضي ميادين الخليج. الله، عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى الصدارة، إلى المركز الأول، وإلى من ومن ومن ولا هذه الآن الشاهينية غيرت، الشاهينية غيرت إلى مقدمة الشوط لهجن الرياسة، يتقدم أحمد بن مثرب مايد الخيالي يقودها في عملية التضمير مع هذه الانطلاقة الجميلة، بينما في المركز الثاني، المركز الثاني عندنا من الجانب الآخر هذه تقدمت هيبة، هيبة لسمو الشيخ دياب بن محمد بن زايد الهيان وعوض بن مبارك المهيري، العين تتقدم نعم للتصحيح، العين بشعار سمو الشيخ دياب بن محمد بن زايد الهيان، وهنا في المركز الثالث من تقدمت هذه من هجن سيح السلم وحمد بن علي العويسي يضمرها ويتابعها مضمر نجوم الخمس، بينما نراقب الكورة لسمو الشيخ دياب بن سيف بن محمد آل الهيان والصادق بن فضل الأمين من يتولى عملية تضميرها. هملولة قادمة على مستوى المركز الخامس لهجن الرياسة، ويتقدم علي بني مي الوهيبي ياتي الآن الظافر وانطلاقته وخبرة المالية في هذه أيضا الرياضة العربية الأصيلة من خلال أيضا تضميره وإنجازاته، بينما نراقب الوصول من قبل الفائزة لهجن سيح السلم ويتقدم في عملية التضمير والتدريب اللي هو سيف بن عتيج العميمي، بينما هجن العاصفة غادمة على المركز السابع والثامن لتقدم الشاهينية والشاهينية الأخرى غياث الهلالي في عملية التضمير، بينما في تاسع المراكز بروق من هجن الشحانية وجار الله بن عقيل المري يقودها في عملية التضمير، بينما في عاشر المراكز هذه هي عولمة قادمة، عولمة لهجن الشحانية يتقدم جار الله بن محمد بن عقيل المري يقودها في عملية التضمير. هذه المراكز الأولى المتقدمة، هكذا الأسماء يا مشاهدين يا متابعين ويا مراقبين، بدينا الآن نتجه ونقترب من موقع الإعلان اللي نذكر بكل المضمرين للاستعداد للاستجابية الأوامر مع هذه النخبة من الأصايل التي تسير لتبحث عن الفوز المشرف في ختامي المرموم السنوي الكبير. على المقدمة الشاهينية على الصدارة الأولى الرجل الأمتار الأخير مسيطرا على المقدمة والمركز الأول.
مع الشاهينية وشعار ادين الرياسة احمد بن مترب مايد الخيالي، بينما هملولة غادمة، هملولة تسللت الان وخذت المركز الاول لادين الرياسة. علي بن يمي اللويبي يضمرها بينما تقدمت هذه الفايزة، الفايزة تتقدم الان ملجن سيح السلام وسيف بن عتيج العميمي يقدمها في عملية التدمير، بينما العين غادمة لسمو شيخ دياب بن محمد بن زايد آل نهيان وعوض بن مبارك المهيري يقدمها في عملية التدمير، بينما تحركت الآن وانطلقت سحابة لجنة الشحانية. يتقدم الحوت، غادرنا 1200، غادرنا 1200، بينما تحركت شواهين غادمة أيضا لجنة الرياسة ومحمد بن عتيج بن زيتون المهيري. هملولة بن يمي الأخرى تتحرك الآن لهجن الرياسة، علي بن يمي الوهيبي يضمنها، بينما الشاهنية لهجن العصبة قادمة، والكيلو المتر الأخير، جولة الأوامر النهائية. طارن الثنايا ما شاء الله وتبارك الله. هملولة على الصدارة، دشت معاهن واسمها هملولة على مقدمة الشوط، بينما الشاهنية مع رجل الأمتار الأخيرة لهجن الرياسة، وهنا في المركز الثالث هملولة لهجن الرياسة. علي بن يمي الوهيبي ثلاثية رائعة، أيضا الفائزة قادمة لهجنة، أيضا سيح السلم وسيف بن عتيج العميمي يقودها في عملية التضمير. لكن هجن الرياسة تهانينا والناموس لهجن الرياسة على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار اللي تقدم الشاهنية مع رجل الأمتار الأخيرة أحمد بن مترب مايد الخيالي. مشكور يا أبو مبارك، مشكور على فوز الشاهنية وانتزاع الشاهنية لناموسي هذا الشوط ولحظة وصولها. هملولة من المركز الثاني لهجن الرياسة، الفايزة لهجن سيح السلم في المركز الثالث، هملولة لهجن الرياسة احتلت المركز الرابع، المركز الخامس العين لسمو الشيخ دياب بن محمد بن زايد آل نهيان. هكذا مشاهدينا الكرام النتيجة، عودة للتوقيت الزمني وساعة وصول الشاهنية إلى خط النهاية. حققت مشاهدينا الكرام هذا الفوز وحدته لهجن الرياسة وجماهير هجن الرياسة لحظة وصوله ب 12 دقيقة 24 ثانية 3 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة وهنيا لأحمد بن مثرب مايد الخيالي، بينما هملولة وصلت في المركز الثاني توقيته 12 دقيقة 25 ثانية جزءا واحدا من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة وهنيا لا ايضا علي بن يمي الوهيبي، بينما الفايزة وصلت في المركز الثالث يا ايضا 12 دقيقة 25 ثانية 7 اجزاء من الثانية. تهانينا وناموس لهجن سيح السلم، والتهنئة لسيف بن عتيج العميمي.